مزيد من التفاصيل والمتابعة ودلالات هذه التصريحات. معنا من واشنطن خالد خيري مراسل الغد. إليك خالد. نعم، يعني في الواقع هذا المؤتمر الصحفي يأتي بعد الدعوة الرسمية التي أطلقتها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي حول بدء إجراءات عزل ترامب استنادا إلى استغلال سلطاته في التأثير على خصومي، على الأخص جو بايدن المرشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. البيت الأبيض من جانبه ردا على هذا الموقف أفرج عن مضمون المكالمة الهاتفية بين الرئيس ترامب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ويعني المكالمة لم تأتي من قريب أو بعيد إلى مسألة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، وإنما المكالمة تضمنت وفق النص الذي أفرج عنه البيت الأبيض هو اقتراح ترامب على نظيره الأوكراني أن يتعاون الجانب الأوكراني مع محاميه رودي جولياني ووزير العدل الأمريكي بخصوص بايدن وابنه.